أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو ظبي منذ بداية الستينيات وحتى يومنا هذا شهدت هذه الإمارة مراحل مختلفة من التطور، وذلك خلال فترات مختلفة تراوحت بين ما قبل اكتشاف النفط ثم المرحلة التمهيدية لاكتشاف النفط ومرحلة اكتشاف النفط، ثم أتت بعدها مرحلة التطور الإداري حيث تم العمل على مشاريع البنية التحتية كافة من طرق وخطوط مياه ومساكن شعبية ومستشفيات ومدارس وجدار الكورنيش، ثم جاءت مرحلة التأسيس العماني الشامل والتخطيط المنظم بجهد حكومي كامل. باسمكم جميعا نرحب المهندس أسعد حسين العباس، خبير معلومات إدارة البيانات المكانية ببلدية أبوظبي سابقا، والذي سيحدثنا عن تحقيق أبوظبي للمعادلة الصعبة تطورا ومواكبة لكل ما هو حديث ومعاصر، وفي الوقت نفسه تمسك بأصالة الماضي وعرضه، فليتفضل مشكورا. سعادة محمد عبد الله المقيري مدير إدارة الأرشيفات أرشيف الأرض، أرشيف مدير إدارة الأرشيفات الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر إدارة الأرشيف المكتبة الوطنية على دعوتهم الكريمة لي لإلقاء هذه المحاضرة المتواضعة عن مدينة أبوظبي بعد مرور بمناسبة مرور 60 عاماً على أول مخطط هيكلي وضع لمدينة أبوظبي عام 1962. محاضرتنا اليوم بعنوان أبوظبي درة المدائن بين الماضي والحاضر، إنه عنوان كلاسيكي غالباً ما يتداوله المحاضرون عند المقارنة بين الزمنين. والحقيقة أن تطور العمران في مدينة أبوظبي بسرعته المذهلة خطف منا الأبصار وأربك العقول عن الإحاطة به. خلال عقود قليلة تبدل وجه الأرض من لونها الأصفر الداكن إلى اللون الأخضر الزاهي، وارتفع البناء ليعانق أطراف السماء، وأصبحت أبوظبي التي أريد لها مطلع الستينيات أن تكون محطة لتحميل النفط، عاصمة سياسية لدولة فتية نعتز بها ونفتخر. هي دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذه العجالة لا يسعنا إلا أن نترحم على من رحلوا من القادة الذين نذروا أنفسهم وحياتهم لبناء صرح الاتحاد. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد سعيد بن سعيد رحمه الله والشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، ولا يسعنا إلا أن نشد على يد حامل الأمانة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وسدد خطاه. قالها زايد: تبون شيء خاطركم شيء، وقالها محمد بن زايد: لا تشيلون هم. من أقوال الشيخ زايد مؤسس صرح مؤسس صرح الاتحاد وحكيم العرب: لقد علمتنا الصحراء أن نصبر طويلاً
حتى ينبت الخير، وعلينا أن نصبر ونواصل مسيرة البناء حتى يتحقق الخير لوطننا. ومن أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله: عانى جيل الآباء والأجداد من أنواع الصعاب في سبيل توفير الحياة الكريمة لأبنائهم وأحفادهم في ظل ظروف صعبة علمتهم بأن العمل والعطاء عبادة، وأن الخالق عز وجل لا يضيع أجر العبد الملتزم إزاء أرضه وقومه. محتويات محاضرتنا اليوم: وصف عام لمدينة أبوظبي في الستينات، مراحل تطور مدينة أبوظبي، زايد كبير مخططي عاصمة الاتحاد، صفات الشيخ زايد القيادية، ملامح العمارة الإسلامية في عهد زايد، مباني تاريخية ما زالت في الذاكرة، مقارنات تاريخية بين الأمس واليوم، أبوظبي درة المدائن، الخاتمة. انطباعاتي الأولى عن أبوظبي أواخر الستينيات. طبعاً الحديث الحقيقة هو حنين ذكريات، لأنه منذ وصلنا من أبوظبي في الستينات، يعني كانت المباني في أبوظبي يوم وصلتنا في فبراير عام 1968 قليلة، أهمها قصر الحصن المهيب ومبنى البلدية القديم على الكورنيش، وطبعاً مبنى البلدية كان يجاوره مبنى الجمارك الذي شيد أساساً كمضيف لاستقبال تجار اللؤلؤ القادمين من بومبي زمن الغوص، ومباني البنوك: البنك البريطاني للشرق الأوسط والبنك الشرقي والبنك العثماني، وسوق قديم بمرات ضيقة إلى شمال قصر الحصن، مسجد الاعتبار، يقابله دار الوكيل السياسي البريطاني، وبجواره دار الوكالة البريطانية، مبنى مستودع سبق أن أخلته الوكالة أواخر الخمسينيات ليكون مدرسة فلاحية. أما ناحية الغرب فقد كانت فيلات وبنايات الشيخ خالد بن سلطان رحمه الله في المنطقة التي سميت باسمه الخالدية، صممها وبرع في تخطيطها عميد المهندسين العرب الدكتور سيد كريم، بينما مجمع مكاتب أتكو اللي أدي بي سي سابقا بأسقفها المحدبة المقوسة وبنايات مضلعة الشكل مميزة، وكنيسة سان جوزيف على الكورنيش دلالة على التسامح الديني منذ البدايات. أما على الجانب الشرقي فكانت بنايات سمو الشيخ سرور مقر إذاعة أبوظبي، وبيت سمو الشيخ حمدان، وبنايات سمو الشيخ خالد شارع خليفة، ومقر شركة أدمى يقابلها بناية الاتحاد، وإلى الشرق منها مكاتب أدمى، إلى الشرق من مكاتب أدمى فندق قصر العين وفندق الشاطئ، أوائل فنادق أبوظبي الذي بنته شركة كاف لصاحبها أمين البستاني. كانت البساطة والطيبة والتراحم وما زالت من سمات والسمات المميزة لأهالي أبوظبي. كان عدد السكان قليل جدا ويعرفون بعضهم بعضا. بالنسبة لي راقت لي الحياة في أبوظبي منذ البداية، ربما لأني بدوي المنشأ والعادات، وربما
لأني أقمت في مبنى البلدية القديم على الكورنيش، وكانت غرفتي مكيفة بالهواء بعد أن انتقلت مكاتب البلدية برئاسة سمو الشيخ سيف بن محمد حفظه الله وإدارة السني بنقة إلى منطقة الخالدية بجوار المالية. استقبلني في المبنى القديم للبلدية على الكورنيش أخ حبيب وشام، هو الدكتور تاج الدين القاضي حفظه الله. رحب بي بعطفه المعتاد وحنانه العربي الأصيل، واصطحبني إلى السوق، سوق المجاور للفرضة. كانت يعني السوق قديم بأزقته الضيقة المغطاة بالخيش والخيم، وابتاع لي بطانية كما أذكر، كلما وطبعا مع البطانية اشترى لي وسادة من الريش، ريش الدجاج طبعا. كنا كل ما ننام ونتحرك يأخذنا طبعا الريش، فكانت الحياة صعبة. وكان المكيف عندما انشغل المكيف طبعا الناس اللي خارج المبنى يصابوا بالصداع حقيقي. تحسنت ظروف العمل في قسم التخطيط التابع لبلدية أبو ظبي بعلاقتي الوطيدة مع كبير مخططي المدينة السيد كوستيكو تاكاهاشي الياباني الجنسية، خبير الأمم المتحدة لتخطيط المدن، ومدير الخدمة المدنية مستر لي ماستر البريطاني الجنسية، الذي كان يطبع عقود التوظيف بنفسه على آلته الكاتبة، حيث كانت الدوائر الحكومية تنطلق بموظف واحد أو مدير ومساعده. لم يكن في أبوظبي جهاز لتخطيط المدن، وإمكانيات البلدية كانت محدودة. كنت وتاكاهاشي نقطع المسافات الطويلة والمدقات الرملية الوعرة عبر الصحراء بسيارة الدفع الرباعي اللاند روفر، حيث لا طرق ولا استراحات. كنا نجوب بالسيارة المسالك الرملية أشبه بملاحين ينشدان السلامة لعرض المخططات على أصحاب السمو الشيوخ في مدينة العين، المخططات العامة على ديوان سمو ولي العهد كان سموه الشيخ خليفة، ممتحاً بالهيبة والاستقامة والوقار أما المخططات التفصيلية فكنا نلجأ إلى شركة أرابيكون في أبوظبي وندفع لهم بالفاتورة بالدينار البحريني قبل أن يستقل قسم التخطيط بنفسه. وتحمل أرابيكون طبعاً شركة أسست في أبوظبي مشان إنجاز مخططات للمدينة، ولكنها في النهاية حملت أرابيكون حقائبها ورحلت. اليوم عندما أنظر إلى الماضي أقول أن الشيخ زايد طيب الله تراه كان بعيد النظر، اندفع في سباق مع الزمن لتغيير ملامح إمارة أبوظبي بإشراف حكومي. بدأه بتشكيل الدوائر الحكومية، أتبعه بتشكيل مجلس التخطيط برئاسته، عرف فيما بعد دائرة التخطيط والتنسيق. حقق الطموحات الكبيرة لشعبه، وأولها التركيز على مدينة أبوظبي لتكون العاصمة السياسية للاتحاد. حتى عام 1970 كان يلوح في فكر زايد منذ كان ممثلاً للحاكم في المنطقة الشرقية. ففي عام 1964 وفي حديث لسموه مع ويليام لوس المقيم السياسي في الخليج الذي زاره بمدينة العين، أعرب سمو الشيخ زايد رحمه الله عن رغبته وطموحه بقيام اتحاد بين الإمارات السبع على أمل أن يلقى التشجيع اللازم. ولكن
ساكن المساكن المؤقتة من الطين حولها إلى جنان، أصبحت فيلات سكنية من مساكن شعبية، وأصبحت المباني محدودة الارتفاع بين في الأمس أصبحت أبراجاً وناطحات سحاب. موانئ ومطاف أبو ظبي، المطارات، أسواق ومراكز تجارية، مساجد، مدارس وجامعات، مستشفيات ومراكز صحية، كل ذلك لبناء وطن وإسعاد مواطن ومقيم على أرض الإمارات. مرت مدينة أبو ظبي بمراحل تطوير واضحة يمكن أن أوجزها كشاهد عيان عاش مراحل تخطيطها المنظم بإشراف حكومي قرابة 54 سنة، ويمكن أن نختصرها بست مراحل على النحو التالي. أولاً، مرحلة ما قبل اكتشاف النفط، وهي مرحلة طويلة جداً عانى فيها الناس شغب العيش منذ إنشائها، خاصة بعد انهيار مهنة الغوص ونشوب الحرب العالمية الثانية، وحتى تصدير أول شحنة من النفط الخام عام 1962. المرحلة الثانية كانت المرحلة التمهيدية، وهي المرحلة التي كلف بها سمو الشيخ شخوت بن سلطان حاكم أبو ظبي 1928 إلى 1966 رحمه الله، كلف السادة سير ويليام هالكر وشركاء وسكوت ويلسون كيرك باتريك وشركاء لتقديم تقرير مساحي عن الجزيرة وإعداد مخطط هيكلي عن أبو ظبي في عام 1962. طبعاً لا أدري إذا كان من الواجب أن نذكر تقرير ائتلاف المهندسين في ذلك الوقت عن جزيرة أبو ظبي، نقولها معلش. يقول التقرير: كنتيجة لظهور النفط بكميات تجارية في إمارة أبو ظبي، فإن احتمال تطور سريع لجزيرة أبو ظبي أصبح قائماً. يقدر عدد سكان المدينة بحوالي 4000 نسمة، وما عدا القصر وبعض المباني القليلة فإنه لا يوجد مباني تستحق الاحتفاظ بها. إذن رأي هالكرو كان إنه أبو ظبي ما فيها أبناء مباني قديمة، فلازم نشيلها كلها ما عدا قصر الحصن. يعتقد بناء على المعطيات والبيانات المتوفرة بأن التطور السريع سيرفع عدد السكان إلى 25,000 نسمة خلال سنوات قليلة، واحتمال زيادة السكان إلى 100,000 نسمة وضع في الاعتبار. أخذ المخطط في الاعتبار العادات والتقاليد، ولم يغفل عن توقع حدوثات مستويات أعلى للمعيشة واستخدام التقنيات الحديثة. طبعاً التقرير طويل، وحدد في مكان المركز التجاري، محدد المكان منطقة صناعية، حدد المجمعات السكنية، حدد مكان المطار، حدد الميناء، وحدد الطريق الرئيسي من المقطع إلى قصر الحصن. وبناء على تقديرات السكان ب 25,000 نسمة، فاقترح مشاريع ضرورية أولية، هي الميناء، محطة القوى الكهربائية، محطة تحلية مياه البحر، شبكة الطرق، المطار، المستشفى، جزء من المركز الإداري، وأربع مناطق للمساكن الشعبية.
كان هذا المرحلة الثالثة هي المرحلة التأسيسية ما بين 1966 و1968. أرابيكو تاكاهاشي، طبعا تاكاهاشي هي المرحلة التي تم فيها تعديل مخطط هالكرو واعتماد المخطط الشبكي بالطرق المستقيمة. ذلك أن 6/8/66 كان يوما تاريخيا مميزا من عمر أبو ظبي، اليوم الذي استلم فيه صاحب السمو الشيخ زايد طيب الله ثراه مقاليد الحكم بإمارة أبو ظبي، وبدأ مرحلة التطوير بإشراف حكومي كلف سموه رحمه الله شركة أرابيكون، وهي مهندسون استشاريون طلب منهم بأن يباشروا في تخطيط الطرق وخطوط مياه، إيجاد خطوط مياه ومساكن شعبية ومستشفيات وجدار للكورنيش وغيرها من المشاريع، حتى كادت أرابيكون أن تكون شركة الاستشارات الوحيدة على أرض جزيرة أبو ظبي. دعونا نعود بذاكرتنا إلى بنايات المرحلة التي بدأ الشيخ زايد رحمه الله بتعديل مخطط هالكرو إلى طرق مستقيمة، لأن زايد الخير رحمه الله رجل الاستقامة أمر بأن تكون الشوارع مستقيمة ليصل إلى الهدف بسرعة، بحكم أن الخط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين، وكذلك النظر إلى البعيد. أما النظر الجانبية فكانت أن يكون خط تنظيم المباني على مسافة كافية لتوسيع الطرق في المستقبل. في عام 1967 قرر الشيخ زايد رحمه الله أن يكون تخطيط مدينة أبو ظبي تحت إشراف حكومي، لهذا أمر سموه باستحداث قسم التخطيط في بلدية أبو ظبي، وتم تعيين المهندس تاكاهاشي تحت إشراف ليشرف على أرابيكون. طبعا تمهيدا لنقل مهمة التخطيط إلى بلدية أبو ظبي برئاسة سمو الشيخ سيف بن محمد حفظه الله. طبعا بالنسبة لتاكاهاشي درس الهندسة المعمارية وتخطيط المدن في جامعة كولومبيا في نيويورك أواسط الستينيات، وكان الرجل كما عرفته بحكم مرافقتي له أثناء عرض المخططات على أصحاب السمو الشيوخ رجلاً براغماتياً معتزاً بعلمه ومؤهلاته أكاديمية، لذا كان يقترح ما يحلو له وما يراه مناسبا ولا يقدم بدائل للحلول. طبعا لم يرق هذا الاعتماد على الخبرة واجبة بدون انه يكون يعني فقط ما يشاور حدا في عمل المخططات وما يحط بدائل، مشان اقتراحات اخرى يختار منها الشيوخ حل آخر مناسب. طبعا لم يرفق تاكاهاشي بالمخططات التي قدمها، طبعا شرح وافي برضو باللغة العربية، لهذا كان من الصعب انه يفهم وفهم مقاصده في غياب اقتراحات بديلة، فهذا عجل باختيار خبير لتخطيط المدن بديل عن تاكاهاشي. وكان النصيب طبعا من نصيب الدكتور عبد الرحمن مخلوف مدير دائرة تخطيط المدن، اللي بدأ
المرحلة الرابعة من التخطيط المنظم لجهد حكومي من عام 1968 إلى عام 1973. طبعاً دكتور خلوف خلص بال 75، ولكن هذه المرحلة انتهت في 73. حدد الدكتور مخلوف رحمه الله المواقع القائمة أو الجاري تنفيذها كما نرى بالخريطة الوسطى، عمل سكتش أوريدي، عمل حصر للمواقع اللي كانت أوريدي أرابيكون اختارتها وما كانت في المخطط القديم، فحاول إنه يعمل سكتش عشان يعيد تخطيط أبو ظبي اعتمادا على المخطط الأول، وضع مخطط تفصيلي هنا مشان مناطق طبعا سكتش. وضع الدكتور مخلوف رحمه الله تصوره العام للخرائط التفصيلية مخطط العام عند الدكتور مخلوف، هي المرحلة طبعا هذه كانت مرحلة الدكتور مخلوف أقام فيها يشرف على تنفيذ مخطط عام كل من مدينة أبو ظبي والعين والقرى الواقع على محاور الطرق، ويعتبر الدكتور مخلوف أستاذ المخططين وكبير المعماريين على مدى نصف قرن من رحلة العمر مع العمران، إذ أنشأ فور الانتهاء من تأدية واجبه كمدير تخطيط المدن المكتب العربي للتخطيط والعمارة لاستكمال دوره وإرضاء شغفه لخدمة الإمارات التي عشقها. تعلمنا منه معنى العطاء والإخلاص في العمل والسرية في المضمون، فكنا نرغب في البقاء في مكاتبنا بعد انتهاء الدوام الرسمي وأحيانا لمنتصف الليل دون مقابل، لأننا كنا نعتبر دائرة تخطيط المدن بيتنا الصغير وأبو ظبي والإمارات بيتنا الكبير. طبعا انتهت هذه المرحلة بمرحلة الخامسة، وهي مرحلة التوسع الأفقي والرأسي مع 1976 حتى عام 2007، وهي المرحلة التي تلت ما قبلها وعينت الحكومة السادة ديلو كارتر العالمية لمشروع تحسين الطرق والإشارات الضوئية عام 1976، حيث بدأت عملية تحويل الدوارات إلى إشارات وتوسيع الشوارع الرئيسية وإدخال نظام المرور الجانبي مع بناء الجسور العلوية والأنفاق. طبعا في هذه المرحلة طبعا تم اختيار دبليو أتكنز مشان وضع طبعا مستشارين لوضع مخطط تطويري لمدينة أبو ظبي الكبرى، وقد شهدت المرحلة حركة هدم وتعلية للمباني والانتقال من التكييف بالوحدات إلى التكييف المركزي بإشراف دائرة الخدمة الاجتماعية. المرحلة السادسة مرحلة التخطيط العمراني الشامل 2007-2030، هي المرحلة التي تأسس فيها مجلس أبو ظبي التخطيط العمراني للارتقاء بمستوى وجودة الحياة وضمان أفضل الممارسات في التخطيط العمراني. تم دمج المجلس مع شؤون البلديات في إدارة موحدة، وتعمل حالياً تحت اسم دائرة البلديات والنقل برئاسة معالي فلاح جابر الأحبابي الذي قاد مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني سابقاً، ويقود دائرة البلديات والنقل حالياً، وكلنا فخورون بمعالي لدعمه التنمية الخضراء والمستدامة التي تشهدها إمارة أبو ظبي في ظل قيادتنا الرشيدة. زايد كبير مخططي أبو ظبي عاصمة الاتحاد،
إن تخطيط وإعمار مدينة أبو ظبي قام على فكر الشيخ زايد رحمه الله، أوله شرط استقامة الطرق، لأن شبكة الطرق نظمت علاقة الناس وأمنت المنفعة العامة وحق الطريق والتهوية ورفع الضرر عن السكان وبيوتهم التي كانت تغمرها أمواج البحر في أوقات المد، قلل منسوب المياه الجوفية على سطح الجزيرة بحفر القنوات الملاحية حول الجزيرة، طبعاً حول الرمل استخدام الرمل في توسيع الجزيرة من أجل إعمار أبو ظبي. طبعاً شكل الشيخ زايد مجلس أو تخطيط برئاسته، وإلى نرى أن الجوار كان نخبة من الرجال المخلصين، وأخذ يتصفح سطح الجزيرة شبراً شبراً لتخطيط عاصمة واحدة. وجاء مرسوم تشكيل المجلس إلى دعوة المهندسين الاستشاريين طبعاً لمشاورتهم في عند الجلسات أن يكونوا يعطوا رأيهم الفني. طبعاً الشيخ زايد، صفات الشيخ زايد القيادي، شخصية طبعاً محبوبة، مبتسمة دائماً، صاحب يد خضراء، يحب الزراعة، يحب العلم ويشجع على التعليم، يحترم المرأة ويشجعها على العلم والعمل، كريم ينفق بسخاء، قليل النوم كثير السهر لإنجاز العمل، لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد، يحب الرياضة ولا تفوت صلاة الفجر، يسأل عن حاجة من يستقبلهم قبل أن يسألونه، تبون شيء؟ خاطركم شيء؟ بيده عصا قلما تفارقوا، يستعملها أحيانا كأداة رسم وأحيانا كأداة إشارة، فطالما رسم بها على الرمال وطالما أشار بها إلى شيء يود الاستفسار عنه أو مشروع يريد أن يضعه هنا. طبعا رسمه وإشاراته تحولت إلى شوارع أو مدارس أو مستشفيات أو جوامع. طبعا الشيخ زايد كان مولع بالزراعة، الشيخ زايد كان مولع بالزراعة وحزام الغابات على جوانب الطرق الخارجية وزراعة شجرة القرم. طبعا يهوى الزراعة التجميلية على طول الطرق وفي الدورات داخل المدن، ويشجع على غرس الأشجار ويسن القوانين لحمايتها، كان ممنوع حتى يقرب من الشجر. طبعا في ذلك الوقت ملامح العمارة في عهد زايد رحمه الله، طبعا بدأت العمارة أيام الدكتور مخلوق بخمس طوابق، دور أرضي ميزانين وخمس طوابق بحد أقصى يعني، فكان دائما عشان نوقف السيارات، ولا كان وقت هذا التنمية، متطلبات التنمية كانت محدودة. طبعا المباني التجارية بنادي الكليلي تصميم الدكتور فاروق الجوهري، طبعا بنادي الشيخ مريم تصميم الاستشاري السوري، بناية محمد حارب الاعتبار، طبعا هي جلال مؤمن، بناية طبعا حامد سنتر، زاد الحمصي الله يرحمه استشاري سوري، لبنى المسجد طبعا خليفة، بناية العميرة تصميم الدكتور فاروق الجوهري. طبعا هاي تعتبر مدرسة في تصميم المباني، أشهر الدكاترة في العمارة شاركوا فيها.
ما جاء في هنا في المجاورات السكنيه، تصميم المجاورات السكنيه طبعا هاي ايام هايبرو الاستشاري كان جون هاريس سنه 62 كان عامل وحدات سكنيه بالشكل يعني المسكن 30 60 قدم يعني على النظام البريطاني بيوتهم صغيره طبعا هنا اخترعها ولكنه قال بالتخطيط انه ممكن نجمع اكثر من قسيمه مشان نعمل قسيمه اكثر ولكن الدكتور مخلوف عمل القسائم اقل شيء بتكون 60 بالتمرين قدم الوضع الحالي طبعا اعتماد المفروكة واضح في التخطيط القديم في التخطيط الدكتور مخلوف المفروكة هي منطقة الزعاب طبعا كانت سنة 69 من أول المناطق اللي خططناها فالوضع الحالي الآن رجعنا للطرق طرق المنحنيات غير المعروفة طبعا أجمعت المخططات كلياتها على انه بيكون في ممرات بين القسائم مشان يحافظوا على التهويه ممرات خطوط الخدمات المساكن المسكن الشعبي مر برضه بثلاث مراحل المرحله الاولى مرحله هالكرو كان قياس الارض 80 ومرحله ثانيه مرحله عربي كنت كهاشي وكان مقاسه برضه 88 ولكن الدكتور مخلوف لانه صار في طلبات كثير على الاراضي فعمله 60 ب 80 يعني اختصر منه شوي لانه طلبات على المساكن زادت عند تشكيل مجلس البلدي فكانت الوحدات على شكل حرفي الدكتور مخلوف طبعا منطقه البطين عملها بهذه الطريقه مباني طبعا هاي المباني اللي واحد يتذكرها ودائما اللي عاشوا في المراحل السابقه يعني يقولوا يعني يتحسروا ويقولوا انه يتذكروها وانها جزء من حياتهم طبعا كل واحد مننا ذكريات يحب يعني يتذكر الاشياء اللي كان هو صغير يعني انه يتذكر ولكن يعني حاجة التخطيط إنها دائما التغيير والتطوير واجب السوق المركزي مثلا صار في حالة يرتلها في النهاية وبعدين اضطروا إلى مبادلة إلى تغييره طبعا إلى شكله في شكل جديد اللي نرى على الطبيعة برضو الساعة مبنى طبعا هاي سيد كريم مسجد العتبات مسجد قصر الحسن السوق اللي كانت في غرب اثنين اللي هو حقيقة وهذه كلياتها شركة أغنى شارع خليفة برضو تذكر الناس شلال دائما تعمل البلدية عملته بمناسبة يعني الجي سي سي طبعا هاي المباني كل انسان يتذكرها ولكن برضو المبنى القديم اللي هو كان مضيف برضو الاعتبار كان يستقبل زي ما قلنا التجار اللولو اللي كانوا يجوا يضيفوا ويباتوا في الطابق العلوي طبعا دائرة الجمارك احتلت هذا الموقع فظلت في امام الفرق
هلا نقارن تاريخيا، نقارن بين مقارنات بصريه بين الامس واليوم، يعني ما هذا نتكلم، ولكن المسكن الشعبي اول ما بدا، والان صار المواطن سكن طابقين. مقارنه تاريخيه حي البنوك، البنوك بالستينات كانت هكذا والان صارت هكذا، في فرق عندنا 60 سنة بين الوضع القديم والوضع الحالي. جسر المقطع طبعا من الخمسينات 52 عمل ممر على كور المقطع، و بسنة 1997 تعمل جانبين لجسر المقطع، إنما الجسر الأولاني قبل ما يصير ضرب طبعا تعمل سنة 65 لغاية 68. المطار، فالمطار اللي أنا نزلت فيه الحديدة سنة 68 ما زالت الإعلام تحتفظ بجزء منه اليوم، لأن الإذاعة استخدمت مكاتب بعد ما طلعنا منه، فكان مجرد إير ستريب، يعني الطائرة بتيجي من البحرين وتربط في مطار أبو ظبي الدولي. الفرق بين هذاك وهذا 60 سنة. طبعا النقل العام اليوم وقبل 50 سنة البلدية طبعا عملت محطة باصات جنب شارع من حديقة التراث الآن، كان في وسط شارع المطار، والآن بعد ما انتقلت إلى عند نادي الوحدة، قبل نادي الوحدة سنة 1989. السينما المكشوفة، السينما المرئية، السينمات كانت مكشوفة الآن صارت مول، وكل إنسان يعرف وضع السينما الآن في المولات صار غير. شارع حمدان طبعاً أمام قصر الحصن، من التقاطع اللي هو على زاوية قصر الحصن الغربية باتجاه الشرق، نشاهد طبعاً التغير الحاصل والإشارات اللي حصلت بدل دورة كانت دورة. الفرق بين الصورتين 44 سنة. من نفس المكان باتجاه الغرب، من دوار الإشارة عند الزاوية الغربية لقصر الحصن والنظر إلى الغرب شارع النصر، ولكن الآن صار كل شارع عندنا 44 سنة. خزان البصلة طبعا توزيع المياه كان عن طريق خزان عندها بنوا ثلاث خزانات البصلة قبل ما يبنوا يونت لمحطات المي في أماكن متفرقة من أبو ظبي. طبعا الفرق بين الصورتين 44 سنة. من المرحوم عمير بن يوسف والوضع الحالي صورة باتجاه المول دمون، طبعا فرق بين صورتين 42 سنة. نشوف الارتفاعات تبع المباني كانت محدودة، كان برج طبعا غرفة تجارة صناعة أبو ظبي كان الأعلى من هذا، الآن ما شاء الله كما نرى فرق بين هاي الصورة وهاي الصورة 33 سنة. الشيخ سيد الشيخ دكتور مانع العتيب. الشاطئ الغربي اللي هو عند أبنه مقابل إيدكم برضه فرق بين هاي الصورة وهاي الصورة 36 سنة.
طبعا الواجهة الفاصلة ما بين الشرق ما بين الغرب والغرب هذا شاهد سنة 66 سنة بين هذه الصورة بين هذه الصورة في فرق كبير طبعا يعني الواحد طبعا التنمية زي ما نقول إنه أمانة بيحملها الأبناء بعد الآباء الحبيبة والأمانة سلمت لخير السلف لخير الخلف نرسل حب الزراعة هنا وهنا الحبيب طبعا برضو أبو ظبي أصبح بهذا الجمال وبهذا الرونق وأصبح درة المدائن حقيقة يعني المناسبة هذه مناسبة حضوركم وحبي لأبو ظبي طبعا أقول إليك أيتها الجميلة هذه ربيع عمري تشرق شمسك كل صباح لأرى فيك صورتي أنا وأنت نكبر كل يوم أنت تعانقين السماء وأنا يعانقني المشي إليك يا مدينة الأمان يا رفيقة الزمان ويا درة المدائن هذه حكايتي. هذا الحضور باسمكم جميعا نشكر المهندس أسعد حسين العباس على ما جاء في محاضرته من معلومات قيمة والآن نفتح المجال أمام أسئلة الحضور واستفساراتهم في إطار المحاضرة. في أي سؤال يعني خاصة بالبلدية تفضل أستاذ الشرح التوثيق والعميق في مجال الهندسه المعماريه ومجال التوثيق وايضا تقديم انجازات ضمن الامارات دون الامارات من خلال الشرح الواقعي والكافي والاستفادة ايضا من الوثائق والصور والمواد والارشيفات. سؤالي ارشيف ما هو دور الارشيف خلال رحله ومسيره التطور دور الارشيف في هذه المسيره؟ سؤالي الارشيف توثيق من ناحيه ارشيفي ما هو دور الارشيف والوثائق والصور والمخططات في مسيرة التطور العماني في الإمارات. تخطيط المدن اللي هو يشمل إعطاء رخص للمباني يعني المباني والتخطيط ماشيين مع بعض لأنه دار تخطيط المدن بشكل دكتور مخلوق وشكل أقسامها من بين الأقسام ترخيص المباني ولولا قسم ترخيص المباني واشتراطاته ووضع القوانين الخاصة فيه ما كان شفنا مدينة أبو ظبي بهذا الرونق والجمال الحقيقي يعني في كثير ناس كانوا يعترضوا على الممر تبع الشقق والممرات الداخلية من 10 سنتي يعني طبعا كان في عندنا مهندس فيصل عبد اللطيف تذكره بالخير كان متشدد فكانت شكاوى عليه كثير هل الفلسطيني هذا دائما متشدد وما يوافق على 10 سنتي بالممر يعني رجع الخط المهم نقول انه التخطيط العمراني اختيار الواجهات
اختيار طبعا علاقه المبنى بالمبنى اللي جنبه من ناحيه اللون، من ناحيه التصميم المباني بالنسبه طلبات الشيخ زايد الله يرحمه ما تكون عماره اسلاميه لاقواس. فنرى انه كل الاقواس في الماضي كانت مكرره في المباني وفي المساكن في البلد والهذا، فاذا اطلعنا عليها بنقول انه يعني العماره والتخطيط ماشيين مع بعض. فطبعا التخطيط العمراني تطور في المراحل الاخيره خاصه بعد يعني جابوا استشاريين أتكنز الأخ محمد معنا هنا كان مشرف على مشروع كبير وفي مادة أرشيفية لازم تحفظ، ونحن مع الأسف إنه في أشياء جواهر مخبأة في الدوائر الحكومية. يعني يتمنى إنه يكون في فريق يتشكل يروح للأرشيفات الدوائر يجمع هاي المادة يستفيد من الأرشيف الوطني ويستفيد منها يعني الميديا هلا بوسائل التواصل الاجتماعي يكون في تجربة. فتخطيط العمراني بعد ما صار في خطة 2030 تغير كل شيء وبدأت العمارة اللي هي الخضراء ومش حنشوف أشياء أكثر. شكرا شكرا. السلام عليكم. محمد المصعب من مجلس الجودة والتعليم. أشكرك أستاذي على المحاضرة الطيبة. أنا سؤالي عاطفي. إذا بترجع 40 أو 40 سنة. السؤال الأول شو اللي ممكن أستاذ في شيء كان في بالك أنك تسويه في التخطيط السابق وما قدرت تسويه؟ إذا راح ترجع شو اللي بتعدل في التخطيط السابق؟ بتخطط احنا قلنا ان الشيخ زايد كان كبير مخططي المدينة. يعني نحن بنحط اقتراح والاقتراح له بدائل. هل مثلا هذا الاقتراح عنده البادجت، عنده مثلا قبول بالنسبة للشيوخ؟ هل هو هل الحين يعني نعمل ولا بعدين؟ ولكن بالنسبة لتخطيط أبو ظبي أنا أشوفه يعني مثالي يعني بالنسبة لاختيار التخطيط الشبكي. طبعا التخطيط الشبكي لأبو ظبي أخذ من تخطيط لاهور. شيخ زايد كان طلع على لاهور وحب باكستان طبعا وشاف انه لا هاي التخطيط يعني تخطيط اسلامي، وهذا التخطيط هو تخطيط الجنوب اصلا للمدن، مدن الجنوب يعني. ولكن اذا سالتني ايش اللي صار يعني في التخطيط الاول، بقول انه المركز الإداري اللي كان على جنب يعني جنب قصر الحصن يعني كان مقترح تكهاشي وأرابيكون إنه يكون جنب قصر الحصن يعني بجانب الحاكم. الحاكم طبعاً ما وافق إنه يكون دوائر جنب بيت لأنه كان قصر الحصن عبارة عن بيت. فتغير راح الدكتور مخلوف نقل وين المنطقة الوسطى في وين الآن وزارة الإعلام والجوازات وتلاقي الشرطة. هذه المنطقة كان مخصص إنها تكون مركز منطقة مركز المدينة يعني المركز الإداري للمدينة فقريب على قصر المشرف يعني إلى شرق من قصر المشرف ولكن في مسافة بيناتهم. بعد هذه المنطقة انتقلت لوين؟ انتقلت للبطين عند تشكيل وزارات.
لما صار في حكومة اتحادية اخترق عند الانتركونتيننتال عملوا المركز الإداري هناك. برضو الزجاجة تحولت للسكني وانتقلت عند حديقة منتزة خليفة. يعني وهنا كمان يسموها هذا قرار 59-58. المنطقة هذه كمان كل الدوائر والوزارات الحكومية. فأبو ظبي قابل للتغيير، يعني قابل للتطوير. وأبو ظبي في المستقبل حتكون ثلاث مراكز، مركز اللي هو جنب المطار، ومركز أبو ظبي الموجود، ومركز بالجزيرة الجزيرة الريف. المركز المالي حيكون إن شاء الله يصير في خط قطارات يجمع بين العشاء. إنما إيش أنا ممكن أعمل شيء ما تعمل؟ ما أقدر أقول لك كل الحقيقة إيش أشياء ممكن كان نلغيها، لأنه كل أشياء ممكن تتغير. أشكر أستاذ. طيب آخر شيء، الصور اللي كانت ما زالت في الذاكرة، في صورة البركان أو النافورة اللي في كورنيش. مشكلة سمع. بس أنا بقصتها على عجالة، قصة حقيقية لأنها تراوت فيها القصص. شو يترمز لي هذه النافورة أو البركان؟ النافورة؟ إيه. أنا خلصت. على أعرف لك صورة النافورة. النافورة طبعاً صمامات أمريكية. كان في مؤتمر مجلس التعاون 86 بالصبر، وطلبوا من البلدية أن تقوم بتصميم نافورة. النافورة هاي تكون يعني مرتبة، فتعملت شكل ست درجات، ست لبلات من الممرات، وست أدراج طالعة للقمة لفوق، طبعا تنتهي بهيكل خرساني في ستة أضلاع، ويرفع فوق زي شعلة هي المي ولون سيفو أحمر. طبعا التصميم هذا كان من قسم الهندسة في البلدية، وكان مشرف عليه مهندس سوداني اسمه ألف جرجس. طبعا مشروع توسيع الكورنيش والردم اللي طبعا ردم البحر وتوسع الكورنيش انتقل. فرأوا انه الشارع سلطان بن زايد اللي بمر امام المنطقه ابو ظبي وطني حيدخل في نص طبعا كان في ممكن اقتراح ان تعمل طريق من فوق او تعمل جسر تحت، ولكن راوا انه وضعوا نفس الشلال العاصفه الشجر طبعا جذورها اكلت في الخرسانة المعمولة مشان هذا، فقالوا بدنا نعمل صيانة وأشياء أفضل نشيل، وطبعاً شلو. طبعاً أنا عرضت اقتراح، أحد الأخوة المواطنين عرض نافورة ملونة وعلى الطراز فيها موسيقى وتكون معلم يعني سياحي في البحر، يعني على مستعمل الأمور دي في إلى مكان أمام في البحر. ما يعني أتأمل إن البلدية تأخذ فيه، بس هو البركان نافورة البركان سموها بناء على كان في مؤتمر، يعني مؤتمر المجلس التعاون وتعملت بسرعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور طلال مراشد من مدارس الدوق. أولاً أتوجه بشكر جزيل لإدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية على جهودهم في تقديم مثل هذه الندوات والمحاضرات المفيدة والقيمة جداً. ثم أتوجه بشكر جزيل لك أستاذنا الكبير. سؤالي الشيخ زايد رحمه الله عليه، شيوخنا رحمه الله الذين كانوا معه في أول المسيرة، ثم الشيخ خليفة رحمه الله عليه الممكن، الآن الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه المعزز، ما هي رؤيتك لمدينة أبو ظبي بعد أن يعانق الشيب رأسي أنا من هنا إلى 50 عام؟ مطلوب منا تحقيق رؤية شيوخنا حفظه الله. ماذا أو كيف ترى مدينة أبو ظبي بعد 50 سنة؟ شكرا لك. أنا بالنسبة للحقيقة تركت تخطيط المدن من سنة 2012، وبعدين أنا راجل تقدمت في السن، يعني بعد سنتين أدخل بالثمانين، يعني بصير عمري 80 سنة. فما واكبت الحقيقة إيش اللي حيصير، ولكن عندنا خطة أوريدي من 2007 ماشيين فيها، اللي هي خطة 2030. طبعاً مبادلة تقوم بها العمل، وشون بلديات والنقل، دائرة البلديات والنقل برضو مشرفة على هذا العمل. زي ما قلت إنه أبو ظبي حتكون في مراكز ثلاث، حيكون في عندنا مركز جنب المطار مباشر، وفي وين جامعة أبو ظبي، مركز المدينة، مركز في جزيرة الريف، ومراكز مخصصة، مركز مالي ومركز تجاري ومركز البناء. حيكون الناس القريب اللي جاي من المطار حيكون في مركز رئيسي، حيكون في خط للقطارات زي ما قلنا، وحيكون طبعا المباني اللي جنب المطار محدودة ارتفاع. طبعا لو شفت خريطة 2030 تقدر من استخدامات الأراضي تعرف التطوير اللي حيحدث في مناطق صناعية طبعا، وأشهر المناطق الآن اللي هو في الكيزة اللي هي خليفة زون، مناطق صناعية فماشي على قدم وساق فيها تطوير المنطقة الصناعية الرئيسية في البلاد. طبعا الأخ محمد أنا بدي أستشيره، ممكن يتكلم عن موضوع تطوير الماثل لأنه ما زال في التخطيط المدني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر المهندس طبعا أسعد حسين عباس، وإحنا يعني نعتبر مكملين لمجهودهم السابق يعني في تخطيط المدن والبلدية. طبعا هو زي ما أشار حضرته إن إحنا كتخطيط مدن في البلدية انتقلت المهام الأساسية للمخطط العام لمجلس أبو ظبي لتخطيط العمراني، حاليا هو دائرة البلديات والنقل. لكن أنا أرد على حضرتك السؤال من الآخر حضرتك قلته. طبعاً أبو ظبي بمجهودات الناس السابقة ورؤية المستقلية موجودة من زمان من توجيهات الراحل طبعاً مقول له بإذن الله اسمه الشيخ زايد السلطان.
ان ابو ظبي تكون مجهزه دائما لاي استيعاب مستقبلي، وبالتالي ان البنيه التحتيه بكبر حجمها فعلا كانت على اعلى مستوى في ابو ظبي، لدرجه ان احنا كنا فوق الاستاندر العالمي. يعني كنا بالبنيه التحتيه والشوارع وممرات المشاه والكفايه في عمليات الاحتياجات المستقبليه في الميه والصرف الصحي تفوق الدراسات اللي هي بتخصص الاستيعاب المستقبلي وعليها كمان معامل الامان وهكذا. فبالتالي ان ابو ظبي فعلا مجهزه لاي عمليه تطوير ونظره مستقبليه او تحول مستقبلي في اي اتجاه. بالنسبه لل طبعا النهارده المدن بتتكلم عن المدن الذكيه، فبالتالي برضه ابو ظبي مجهزه لتطبيق المدن المحاضره، اوريدي هي اوريدي فيها بعض التطبيقات في الاشارات الضوئيه زي ما انتم شايفين، عمليه التصوير، عمليه التدخل السريع في اي مشكله بتحصل في ابو ظبي، فبيعتبر مجهزه بالكامل للمستقبل بتطبيق المدن الذكيه. بالنسبه لاستخدامات الاراضي ابو ظبي عندنا امتدادات ثلاث محاور بيحددهم المخطط العام، منهم الاتجاه السكني ومنهم اتجاه الاستخدامات الاخرى وعمليه طبعا الطرق وشبكات القطار الطرق الاقليميه الرابطه بين الولايات. اللي انا اقصده او توضيح يعني الاستكمال ان في وضع قائم وفي وضع مستقبلي موجود بيمشي على منهاج معين بالتنسيق طبعا مع التوجيهات اللي بتكون صادره من القياده، ان احنا مثلا محتاجين متطلبات في الاتجاه السكني، محتاجين متطلبات في الاتجاه التجاري وهكذا. فده يعني موجوده الرؤيه. موجوده الرؤيه وتطبق على مراحل. احنا مثلا في المخطط العام 1990 كان المفروض ينتهي في 2010. اللي هو كان دبليو اتكنز، واحنا لما لقينا في 2003 خرجنا بره الحدود وعندنا متطلبات اكثر من الاحتياجات اللي موجوده، فابتدينا نشتغل على التطوير لينتهي بالمخطط ده اللي هو 2007 لغايه 2030. وفي 2014 حصل تحديث له. فبالتالي في عمليه ابديتنج دايما للاحتياجات والمتطلبات المستقبليه. فده توضيح لو في اي حاجه ثانيه نقدر نتكلم. بالنسبه للاخ كان بالنسبه للتعاون او ارشفه الاشياء، احنا تقدمنا لمركز الوثائق والمكتبه الوطنيه ان احنا وثقنا المخطط العام بالنسخه العربي للمخطط العام لابو ظبي 1990 2010 سبع مجلدات عربيه زائد المخططات كامله كلها موجوده في الارشيف الوطني. دي بتشمل كل الداتا اللي كانت موجوده 1990 اللي هو دراسات الوضع الراهن تمام، والخطه المستقبليه لغايه 2010. ده كان يعني خطنا لغايه في قطاع تخطيط المدن التابع لبلديه ابو ظبي. بعد كده دائره البلديه الله اعلم، ما اعرفش يعني هل حصل توثيق في المخطط الجديد او لا. شكرا. شكرا استاذ على الندوه. انا سؤالي كيف كان انطباع اول ما نزلت مطار ابو ظبي في الستينات، وهل كنت متوقع انه يعني بعد 50 سنه تكبر ابو ظبي بهالسرعه يعني تطور؟ So I'm going to go to the
وبعد عن صورة في أبو ظبي الإسلامية ويعني شوفي شكلها بسرعة تطورها. طبعا لما نزلنا في هذا المطار سنة 68 شهر 2 الحين الجو كويس شهر 2 هنا بس في هذاك الوقت كان الجو غير يعني كان حر فجينا من البحرين طبعا في طائرة فيها شيء 12 راكب كانت طائرات كبيرة ما تجي فنزلنا في المطار طبعا كاتب هناك يرحب فينا الحقيقة ترحيب حار يعني وكان يشوف الناس اللي بتيجي فوجدت أمامي لما طلعت من المطار هو إير ستريب بالحقيقة واحد حامل ورقة اسمه عليها فسألته قال لي أنا اسمي جون حطب من الأردن فطبعا إجا بسيارة لاند روفر طلعنا معها على أساس إنه نروح وين سكن أزمة سكن حادة في أبو ظبي ما في مجال غرفة واحدة تلاقي في أبو ظبي للسكن فأخذني وين رحنا على المضيف كان وين حدقة العاصمة شرق منها المضيف بناية الشيخ خالد المضيف بن الطيب مبنى من المباني القديمة فدخلنا ونبغي موظف جديد جاي ممكن غرفة قالوا ما في مكان طبعا لما قالوا انه ما في مكان يعني قلت انا ارجع يعني اروح احسن فقال لا يلا خلينا نروح نشوف المدير تكهاشي كان فروحنا لتكهاشي طبعا شاور واحد من الموظفين ذكرت اسمه انا في المحاضرة استاذ تاج الدين القاضي صار فيما بعد مدير البلدية كان في مدير البلدية بعد احمد عبد الكريم طبعا هو زي ما قلت رحب فيني واخذنا على السوق واشترينا الفرش أبو ظبي يعني حديقة العاصمة كانت كلها خيام حشيش دخل منطقة الرواشد والميثاق فكانت من سعف النخل البيوت يعني كانت على الكورنيش البلدية القديمة فمن حسن حظي إنه ابن البلدية أخلو يعني وراحوا جنب الخادية عند الملك طبعاً أبو ظبي كان عدد سكانها 22,000 68 62 كانت حسب تقرير هالكرو 4,000 يعني كل الناس تعرف بعض ليش 4,000 لأن السكان الموجودين في أبو ظبي بيصيروا العين فيها مي وفيها يعني زراعة وفيها يعني أروت فلما إجوا عملوا التقرير عن أبو ظبي جزيرة أبو ظبي يظهر في المرحلة اللي كان معظم سكان أبو ظبي كانوا بالعين يعني كانوا يقولون 4,000 جرام يعني مع إنه رقم أنا ما صدقته ولكن أخذينه نحن عن مصدر يعني رسمي فأبو ظبي طبعا المطار زي ما شفتين خلال سكننا انتقلنا بعد هذا سكننا مع عزبية وأنا كنت أعزب وتزوج ثاني سنة سكننا في غرفة مع مهندسين عزاب يعني كانت في أزمة سكن رهيب إلى أنه قدمت الشهر 73 سكننا في طابق دوبلكس بناء شيخ خالد على الكورنيش ما
نفرين فقلت له كيف انا ما اقعد هنا في طابقين علشان اطلع انا وزوجتي نطلع على الدرج وننزل على المطبخ تحت كثير. فرجعوا لنا قالوا لي شارع حمدان، شارع حمدان بنهايه عبد الجليل الان اللي هو فندق كراون بلازا. فسكننا هناك وهناك هذيك البناية الحقيقة بال74 اللي فيها ذكريات، لأنه الدكتور مخلوف إجا حبسني في هذه الغرفة، قال لي أنت بتضلك هنا داخل الغرفة هاي ما تتحرك، ترسم خريطة الإمارات، خريطة الحدود مع السعودية. فجاب لي طاقة الرسم وحطني في غرفة، أجهزنا المخطط، من راح المخطط وقعوا أولياء العهود الله يرحمهم، الشيخ خليفة كان ولي العهد، والشيخ السعودية برضو ولي العهد كان. فرجعت الخريطة وقعها، قال لي اطلع داوم ارجع داوم. فالحقيقة يعني الواحد موضوع السكن كان مشكلة، الآن ما شاء الله شغل متوفرة وبلاد عمرت وبلاد خير الحمد لله، والمطار زي ما عندنا مطار جديد لسه ما أشرنا له إن شاء الله يفتح قريب. بس هذا المطار هو المطار الضبي يعني سنة الثمانينات الـ81 افتتح المطار. طبعا مشاريع كثيرة تعملت، مدينة رياضية، مشاريع يعني لا تحصى عاد ما في مجال انه يحصيها. ولكن انطباعاتي الان عن ابو ظبي لما انا ادخلها الاقي حالي غريب الحقيقة. ليش؟ لانه شبت غابت اسمنت واحدة، حتى انه تسيقى طبعا بال77 زار ابو ظبي وجاء الشيخ زايد واعرب عنه انه هذا اللي صار في ابو ظبي ما كان لازم يصير. هذا هو رجل صحراوي يحب الصحراء ويحب الفلن. خالفه هندرسون قال لا هذا كويس، لانه تسيقى كان بده يعمل جزيرة أبو ظبي محمية وبده يحفر قناة، طبعا بده يحفر في نص الجزيرة قناة زي قناة دبي اللي تصل بين قرى دبي تصل لقرى البطين، يعني يقسمها بالنص. وكان جابوا اوريدي حديقة حيوانات عملوها اوريدي فيها خيول وفيها جميع أنواع هذا، يفكروا إنه تكون أبو ظبي محمية والبناء المدينة تكون عند المغرب خارج أبو ظبي. ولكن ارتباط الإنسان في المكان اللي كان عاش فيه أو الظاهر الموقف هو اللي خلى يركزوا على إعمار المكان اللي كانوا عايشين فيه، والأراضي تعوضت للناس اللي يعني تأثرت بيوتها بتخطيط الشارع طبعا المطار عطوهم اراضي نفس المكان بشرح ثلاثه. فهي انطباعاتي لانه فجاه اي واحد كان نايم، نحن كنا من الناس اللي ما نترفع ما نطلع من الشغل، يعني ملتزمين بالدوام حتى بالليل بدك تضل ساعه تنتين بالليل انك تقدر تشوف الشيخ زايد. نقول انه هو بعده سهران ونحن كيف، فكنا دائما نضل لاخر الليل ما نفكر يعني على يعني هون 55 سنه صدقوني ما دخلت السينما لحد الان، ما دخلت دار سينما. ليش؟ لانه من البدايات ما تعودنا انه معانا وقت انه نروح ونساو، عندنا عمل بدنا ننجزه، ولا تعجل عمل يوم إلى الغد
بكرة في عمل آخر. فبتذكر منطقة إزعاج 69 الشيخ زايد أمر بتشكيل مخطط لمنطقة إزعاج غرب المستشفى طبعاً مستشفى خليفة على طول خلال لآخر الليل الساعة 4 بالليل من المساء للأربع بالليل عمل المفروكة اللي شفناها في العرض. وكان في جماعة قادمة من رأس الخيمة خيام تسكين. بعد هذا عملنا أسوار خوال الخيم ولكن التخطيط موجود، يعني حسب المخطط حط الخيمة ونصور. صورنا بعدين خمس شركات مع بعض تبدأ بهذا البلوك هذا البلوك هذا البلوك خلصها على طول. منها مساكن شعبية زي ما قلنا مساكن اقترحها الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة لو أستاذ قعدت تتكلم من اليوم إلى بكرة لبعدك لا يمل، يعطيك الصحة والعافية. عندي تعليق وسؤال صغير. تعليقي في واحدة من الصور اللي مرت اللي هي صورة الحافلات، يعني يمكن الفرق 40 أو 50 سنة معك، لكن في متحرك وفي ثابت. عجبتني جدا أن رغم التطور وكذا لكن في شيء في الصورة ما تغير على مدى هذه السنوات، وهي الشجرة اللي في الصورة، دليل على أن فعلا هذا المكان هو مأخوذ بالصورة من قبل 50 سنة أو 40 إلى اليوم. أما سؤالي كيف يعني كيف كانت صورة أبو ظبي أو شو كنت تتوقع عن أبو ظبي، أو إذا كان عندك فكرة مسبقة عن مدينة أبو ظبي قبل ما تجي إلى أبو ظبي، وهل شكل لك لما وصلت صدمة مثلا أو دهشة أو من الواقع؟ وكيف كان الجو؟ هل وصلت في شتاء في فصل شتاء ولا في فصل صيف؟ طبعا والصيف معروف عندنا. كان عندك صورة مسبقة عنها؟ طبعاً أفضل ما كانت معروفة في الماضي على الخريطة كانت يكتبوها أبو ظبي ZABI أبو ظبي. دائماً كان الناس تسمع دبي ما تسمع ولكن طبعاً في البداية طبعاً كانت تحت الانتداب البريطاني. فالفيزا اللي بعثوا لي التكاشي بعثوا التكاشي الفيزا بعث لي إياها من الإيجنت البريطاني، ولما استلمتها استغربت إنه عليها أوراق ملكة بريطانيا. فسألتهم هناك بالسفارة ليش الطوابع حقنا؟ أنا رايح على بلد عربي. قالوا لي لأنه ما كانت في دوائر مشكلة في 68 على أساس المؤرخ. أنا قلت يلا. بعثوا لي طبعا تذكرة السفر وبعثوا لي الفيزا go to BOAC في بيروت لشان استلام الفيزا وحجز الفيزا. طبعا بالاول هم قالوا لي لا تيجي لانه ما في سكن، عم نبني مساكن شعبيه اسمها مساكن شعبيه اور هاوس، اللي هي طبعا
حطوا باور هاوس جنبها، يعني في جنريتر جابوه اول الكهرباء ما اجت عن ضبي، حطوا جنريتر هناك. هاوكر سيدلي اللي هي الشركه اللي وضعت اول جنريتر للكهرباء، اثنين جنريتر. فقالوا لي انه خليك لا تيجي لحد ما نبعث لك خبر انه في مساكن. متى تخلص المساكن؟ قالوا المساكن هاي تخلص بدها 8 شهور. بعد 8 شهور بعثوا لي الفيزا، بعثوا لي قالوا تعال يلا على. فواجهت ما واجهته، عشان كذا لما اجيت ما في غرفه فاضيه، ورحنا على المضيف ما حصلنا سكن. من حسن حظي انه البلديه كانت نقلت عن مكان ثاني علشان اسعى. طبعا المطار شرحنا عنه كيف نزلنا المطار، ابو ظبي كيف اتصورك انت؟ لا كنت اتصور انه عام، يعني زي ما هما كلموني بالهذا، صورت انه ما فيها شيء، حتى جبت علكه تشيك ليست معي، علكه تشيك ليست جبتها معي من لبنان، معجون اسنان، ما كنت ايش اساس انه ما في شيء، لانه كان في ناس يعني تذكر شركة كاب، كان في ناس تشتغل من لبنان تشتغل هنا شركة كاب لأميل البستاني. أميل البستاني كان عنده يعني بكل الخليج، بالبحرين، بالكويت، هنا بأبوظبي عمل فندق، فقال فندق تبع الشاطئ هذا لكبار موظفين تبعون البترول الإنجليز، يعني يسكنوا فيه، يعني ما في مجال إنه حدا يعني يجي. فأبو ظبي طبعاً كنت أتصور إنه اسمعني، كنت أتصور إنه يعني الحياة فيها بسيطة، وأنا قلت أنا بدوي أوردي، قلت أتحمل، يعني متعودين على ركوب الجمل وعلى الهام، قلت وحياتي الصعبة نتحمل. وانتظرنا الحقيقة لغاية ما أخذنا السكن المناسب، الحمد لله زي ما قال الشيخ زايد الصبر، المهم الإنسان يصبر علشان الخير حيجي. ونحن مش أحسن من الناس اللي عاشت في الماضي واللي كانت علشان تيجي تقطع خور المقطع تقعد نيخ الشمال وتستنى لحد ما يصير روح المد ويجي الجزر وبعدين يدخل. فجيب مع الحطب ركايب، جيب مع الحطب، جيب مع السمنة، جيب مع الفحم، جيب مع الأشياء اللي ممكن هون يعملوا فيها يبيعوها بالمقايضة، ياخذ بدلها منسوجات، ياخذ بدلها يعني بهارات، ياخذ اشياء رز، اشياء يعني كان في نظام مقايضه، لانه العمله اللي كانت هنا في الماضي كانت عمله الروبيه الهنديه. الروبيه الهنديه طبعا بال 65 الهند اوقفتها واصدرت روبيه خليجيه، لانه قالوا انه الروبيه الاصليه تعرضت للتزوير فوقفوا. فسنة 66 الشيخ زايد أمر بأنه التغيير الروبية إلى دينار البحريني. طبعاً دبي وقطر أخذوا الريال، قطر ودبي. فستة 66 كان انتقال العملة من دينار بحريني إلى الدينار البحريني. كان دخل من الروبية الهندية إلى الدينار البحريني. فرواتبنا ضلينا نأخذ رواتبنا بالدينار البحريني أكثر من 5 سنوات يعني، ولكن الحياة كانت بسيطة، كل واحد يعني يعرف الثاني، سهل جدا تجلس مع الشيخ عبدان عند البيت على الرملة، نقعد نتونس،
نقاش سهل نفوت الشيخ زايد الله يرحمه، سهل نشوف الشيخ خليفة بالعين، يعني بساطة ما في، يعني هذا سبب نجاح القيادة وسبب عدم وجود معارضة في الإمارات، إنه الحاكم والمواطن في نفس المجلس في نفس المكان. ما ربنا يعني نحن الحقيقة نفتخر في الإمارات وقيادتها للاستقرار العالمي. حبيب المهندس أسعد شيخ، فعلاً سلام عليكم في بداية النهاية. اسمحوا لنا الأخوة والأخوات أن ندعو السيد حمد عبد الله المطيري مدير إدارة الأرشيفات للكرم المهندس أسعد العباس فليتفضل إلى المنصة. شكراً. تماماً نشكر لكم جميعاً حسن اهتمامكم ومتابعتكم، وأملنا كثير بأن تكونوا قد استفدتم مما ورد في المحاضرة من معلومات تاريخية مهمة، وإلى اللقاء في فعاليات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.